النهارده تصفحنا كده على مواقع التواصل الاجتماعي، بما ان امبارح كان حفله الاوسكار والموضه والكلام، النهارده كل الكلام هيكون عن الموضه. دايما الموضه بتشغل الستات قوي، وعلى فكره بتشغل الرجاله كمان، هما صحيح بيبصوا لها بوجهه نظر مختلفه، انما هي زي ما بتشغل الستات بتشغل كمان الرجاله. نيكول كيدمان امبارح او اول امبارح في حفله الاوسكار كانت لابسه فستان حلو جدا جدا جدا، وهي طبعا ما شاء الله زي القمر 49 سنه يا جماعه، يعني ربنا يدينا يعني ايه صحتها كده وجمالها في هذه السن. لكن كانت لابسه فستان حلو جدا، الفستان كان باكلس والحملات بتاعته كروس. بعد شويه الناس فوجئت ان هي فكت الحملات دي، خلت حد من مساعدينها فكته وقامت عاملاه على رقبتها وربطته، لانه الحملات ضايقتها جدا في ظهرها وعملت لها زي حساسيه الظاهر او حاجه، ففكته وربطته من فوق. طبعا دي حركة هم فاهمينها ان هي مغامرة، لكن انا احب اقول لكم ان الستات ما بتغلبش، احنا سهل جدا علينا نعمل حاجات من النوع ده، بنمشي اصلا في شطتنا ابرة وفتلة على فكرة، عادي جدا في ثانية تلاقينا ايه مظبطين حالنا على طول ومفيش حاجة بتتغير، احنا بيبقى معانا احتياجاتنا كلها. ودي بقى نيكول كيدمان وفي الاوسكار مش هتغلب يعني يا جماعة في مقص وابرة وفتلة، الف واحد هيديها المقص والابرة والفتلة. الخبر